كل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم 6 أيار عيد الشهداء، فالرحمة لجميع الشهداء سوريا. بدنا نقول كل عام وأمهات الشهيد بألف خير، يقدموا يمكن أولادهم ليبقى تراب الوطن عزيز كريم. فخورين دائما بشهدائنا الكرام، يمكن لولا أرواح شهدائنا ودمائهم منا موجودين اليوم. ظروف قاسية مرت على سوريا، 10 سنوات من الحرب، وإلى اليوم رجال الجيش العربي السوري يقدمون الشهداء ليبقى الوطن عزيز كريم. اليوم نحن بحلقة استثنائية بمناسبة عيد الشهداء من مدرسة أبناء الشهداء، فرح نبلش رحلتنا الصباحية، لكن بدي أرجع صبح زميلتي سلمى. صباح الخير. صباح الخير لك نور، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد عنوانه عنوان الانتصار، سوريا المنتصرة القوية بدماء شهداء 10 سنوات من الحرب قضى فيها أبطال الجيش العربي السوري على طبعا الإرهاب الموجود في سوريا، وما زالت حتى الآن سوريا طبعا قوية وعصية بفضل أبنائها. الرحمة لأرواح الشهداء، الرحمة أيضا لأرواح الشهداء المدنيين وكل من ضحى من أجل أن تبقى هذه الأرض حرة وقوية. اليوم يوم خاص ومميز، طبعا عيد الشهداء يتزامن مع شهر رمضان المبارك. يا رب الصحة والعافية والخير، وأيضا تحية لأرواح شهداء الكادر الطبي اللي طبعا بحربه ضد فيروس كورونا، ولكل السوريين طبقوا بألف خير وصباح الخير لكم. خلونا نروح لفاصل ونبدأ حلقتنا الخاصة. سلمى، اليوم 6 أيار بيتم الاحتفاء بهذا اليوم بلبنان وسوريا إكراما لأرواح الشهداء اللي تم إعدامهم من قبل جمال باشا السفاح عام 1916. الرحمة لجميع أرواح الشهداء. خلونا نتابع التفاصيل بالتقرير التالي. 6 أيار، تاريخ اعتمدته سوريا ولبنان من كل عام ليكون عيدا للشهداء، وهو مناسبة وطنية. سبب اختيار هذا التاريخ هي أحكام الإعدام التي نفذها الاحتلال العثماني بحق عدد من الوطنيين السوريين بكل من بيروت ودمشق إبان نهاية الحرب العالمية الأولى، ما بين فترة 21 من آب في عام 1915 وحتى أوائل عام 1917. اختير يوم 6 أيار لأن عدد الشهداء الذين أعدموا في هذا اليوم من عام 1916 هو الأكبر عدداً على يد جمال باشا السفاح، حيث تم إعدام الشهداء السوريين في ساحة البرج بدمشق واللبنانيين في ساحة الشهداء في بيروت، وسمي الميدانين فيما بعد بميدان الشهداء. ومن أسماء الشهداء الذين أعدموا في دمشق شفيق العظم، عبد الحميد الزهراوي، عمر بن عبد القادر الجزائري، شكري العسلي، عبد الوهاب المليحي، رفيق سلوم، رشدي الشمعاء. كان تنفيذ حكم الإعدام شنقا بشهداء دمشق وبيروت تأكيدا على الحكم الاستبدادي الذي مارسه جمال السفاح وأعوانه، وتفاقمت الأمور باستمرار سياسة البطش والإرهاب مما سارع في إعلان الثورة الكبرى في عام 1916. وفي هذه المناسبة كتب شهداء سوريا بدمائهم الطاهرة صفحات جديدة من البطولة والشرف ليكملوا مسيرة آبائهم وأجدادهم التي خلدها التاريخ بيوم 6 أيار عبر التضحيات التي قدموها عبر سنوات الحرب التي مرت على سوريا. وفي هذه المناسبة يتجدد التأكيد على الاستعداد الدائم لبذل الغالي والنفيس في سبيل أداء الواجب الوطني والقومي المقدس في الدفاع عن سوريا.
أولى محطاتنا الصباحية لليوم بصباحنا الاستثنائي. طبعا نحن عم نطلع عليكم من مدارس أبناء الشهداء بهذا اليوم الاستثنائي اللي قدموا فيه أرواحهم من على إلى السماء لتبارك هذه الأرض الطاهرة بدمائهم. ونكون طبعا عم نحكي ونجدد طبعا التحية ونحكي عن رمزية الشهادة. سلمى، في السادس من أيار ذكرى عيد الشهداء، بدارسنا رح تكون واقفة عند هيدا اليوم ومعانيه، وأيضا رح نوقف عند جهود سارت وما زالت على قدم وساق في مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين التي تعنى بتقديم العناية والخدمات في مجالات مختلفة. رح نتعرف عليها أكثر مع سيادة اللواء بسام كامل بري، نائب مدير مديرية ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك سيادة اللواء، وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير، واكيد سوريا دائما قائدنا بألف خير يا رب. نعم، كل عام وانت بخير، وسوريا دائما قويه بابنائها وقويه وعصيه على الارهاب طبعا كرمه لارواح شهدائها. اليوم نحن بعيد الشهداء، خلينا نبدا ونحكي عن قدسيه الشهاده ورمزيه الشهاده اللي موجوده بعقيده الجيش العربي السوري. طبعا الرحمه لشهدائنا الابرار، اكرم من في الدنيا وانبل بين البشر، والشفاء العاجل لجرحانا والعودة الآمنة لمفقودينا. طبعا اليوم أقدس ذكرى هي ذكرى السادس من أيار عيد الشهداء، فقد قدمت سوريا عبر تاريخها الطويل من الدولة العثمانية إلى الانتداب الفرنسي غرا حتى يومنا هذا قتالنا مع العدو الصهيوني المحتل، وحربنا الحالية على الإرهاب التكفيري المدعوم من كافة الدول الاستعمارية. قدمت قوافل من الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن ومن أجل رفعة وعزة وكرامة بلدهم ووطنهم سوريا. وأشرت نقطة كثير مهمة سيادة اللواء، أنه معنى الشهادة لم يختلف في يمكن ظروف سابقة ولليوم. خلال 10 سنوات من الحرب الهمجية الإرهابية على سوريا، ما زال رجال الجيش العربي السوري يقدمون الشهداء، فتحية لأرواح جميع الشهداء. خلينا نحكي 10 سنين من الحرب، سطرت رجال الجيش العربي السوري أساطير. قد ما حكينا يمكن عن هي الملاحم البطولية ما بنقدر أنه فيهم جزء من حقهم، لماذا لم يتغير المعنى الشهادة اليوم؟ يمكن كل العالم عم تراهن على رجال الجيش العربي السوري، ما زال اليوم حتى الضابط في الجيش العربي السوري بيعلم ابنه أنه أنت بدك تصير الضابط، أول شيء بيعلمه حب الوطن ورح تدافع عن تراب هيدي الأرض وتقدم روحك فداها. طبعا الشهادة ما بتختلف، الأساطير اللي قدمها الجيش العربي السوري كثيرة. فإذا بدنا نبلش من السادس من أيار، من أيار اللي هو ذكرى عيد الشهداء اللي بتحتفل فيه الجمهورية العربية السورية، هو عبارة عن تخليد لذكرى شهداء سوريا ولبنان التي أعدمتهم الدولة أو السلطات الاحتلال العثماني بممثلة بجمال باشا السفاح. فهؤلاء الشهداء وهم على المشانق وحناجرهم كانت تردد، المشانق هي مراجيح للأبطال. فمن هنا نبدأ أنه واحد عم يروح وعم تروح وهو عم ينادي ومي أنه الوطن أغلى شيء عنده بهالكون. فالأساطير إذا بدنا نجي على الأساطير، بنعرف نحن معركة ميسلون اللي هي كانت أبى يوسف العظمي اللي كان وزير الدفاع، أبى أن تدخل القوات الفرنسية إلى دمشق والجيش العربي السوري يستسلم، وبرغم الفرق ما بين بالعتاد والعدي، يعني كان فرق كبير بين تجهيز الجيش العربي السوري بذاك الوقت وبين القوات الفرنسية اللي كانت محتلة. فمع ذلك أبى إلا أن يقاتل
وقاتل، ولم تدخل القوات الفرنسية إلى سوريا إلا وسقط دماء، سقط شهداء لنا حتى لا يسمى على الجيش العربي السوري إنه استسلم وسلم دمشق بدون أي قتال. مروراً إلى حرب تشرين التحريرية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد، هذه الحرب التي كان فيها أساطير وبطولات لجيشنا العربي السوري، فينا نحن نتذكر من هالبطولات والأساطير إسرائيل أو الكيان العدو الإسرائيلي كان عامل خط آلون اللي كان مفتكر أنه لا يمكن لأي جيش أنه يخترقه، فالقوات الجيش العربي السوري اخترقيته ووصلت إلى خط إلى ضفاف بحيرة طبرية، ومعارك كثيرة منها من أهم المعارك التي خاضتها هو تحرير مرصد جبل الشيخ اللي أدى فيه جيشنا وقواتنا المسلحة أكبر معاني البطولة والفداء، واستطاعوا تحرير هذا المرصد. كذلك فينا نحكي على أيام حرب لبنان، معركة السلطان يعقوب اللي دمر فيها الجيش العربي السوري دبابات العدو وأسر مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال الصهيوني. إلى يومنا هذا 10 سنوات من الحرب وجيشنا العربي السوري صامد. صحيح. صامد ويسطر في كل يوم. يعني إذا بدنا نحكي عن الأساطير والبطولات التي خاضها الجيش العربي السوري وسطرها خلال 10 سنوات، نحتاج إلى حلقات وحلقات. صحيح. ومجلدات ومجلدات. نعم. فلذلك نحن بنذكر بعض هذه هذا بنذكر على مطار كويرس. مطار كويرس اللي حامية المطار، حامية الكلية الجوية، استطاعت وبعدد قليل من المقاتلين وبالعتاد، العتاد الذخيرة بتعرفي إيصالة وهذا والطعام وهذا، ومع ذلك صمدت لسنتين وسبعة أشهر. صحيح. ولم تستطع، وشكلت عقدة نقص للإرهابيين بعدم قدرتهم على اختراق مطار كويرس، وسقط كثير من الشهداء في هذه المعارك وصمدوا حتى تحريرهم من قبل الجيش العربي السوري. نتذكر سجن حلب المركزي اللي هو صار أسطورة وصار عبارة عن دروس في تدرس في المدارس العسكرية، عبارة عن 450 مقاتل موجودين بذخيرة محدودة بتأمين طبي محدود، ومع ذلك صمدوا وسطروا بطولات وعرضوا فيلم عن سجن حلب المركزي. يعني هالبطولات اللي سطرت، هذا هو الجيش العربي السوري. وإذا بدنا نحكي إسا على البطولات، في بطولات كتير بحقل الشاعر وبعقيربات والمناطق هذا. يعني إذا بدنا نكمل على الأساطير وعدلك لهذا ما بنخلص. أكيد الرحمة لجميع أرواح الشهداء. الله يرحمهم جميعا، لكل شهداء. أرواح الشهداء. ومثل ما حكيت سيادة اللواء، يعني هي 10 سنين هي ليست الوحيدة اللي الجيش العربي السوري قام فيها ببطولات، ولكن كانت حافلة بالبطولات ضد الإرهاب بسوريا. أيضا مؤسسة الجيش مثل كل مؤسسات الدولة اللي كانت تعنى بذوي الشهداء، حضرتكم مسؤولين عن مكتب الشهداء والجرحى والمفقودين، خلينا عن نحكي ماذا تقدم الدولة طبعا الشهداء أهاليهم والجرحى والمفقودين من خدمات طيلة طبعا أيام السنة. نتفضل ونحكي شوي عن ما تقدمون. هلأ بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ومن أجل تخفيف الأعباء المادي والمعنوي والإشراف على ذوي الشهداء من كافة النواحي الاجتماعية
والمادية والمعنوية والتعليمية ومتابعة حصولهم على كافة مستحقاتهم، تم إحداث مديرية شؤون الشهداء والجرحى. المديرية شؤون الشهداء والجرحى تضم المبنى الإداري. المبنى الإداري هذا اللي موجود كان عبارة عن سابقا عبارة عن وحدة معالجة مركزية ومكتب الشهداء، تم ضمهم مع بعض وصار عندنا شيء اسمه مديرية شؤون الشهداء والجرحى. المكتب الإداري هذا مختص بعملية إنجاز وتقديم كافة مستحقات الشهيد لزويهم. ومنشان تخفيف هالمكتب الإداري يضم مجموعة من الفروع والأقسام التي تقوم بتأمين الخدمات لزوي الشهداء. المكتب الإداري هذا من أجل كمان تخفيف الأعباء، صار تم إحداث ضمن المكتب الإداري مكتب اسمه مكتب القاضي الشرعي، بالإضافة لمكتب القاضي الشرعي. كله هذا مشان تخفيف الأعباء. كان سابقا ما في مكتب قاضي شرعي، يضطر ذوي الشهيد يروحوا على المحكمة. هلا ما في داعي ليروح يراجع محكمة إذا بالضمن هالمبنى هذا. إذا المكتب قاضي شرعي ومكتب للشؤون المدنية كمان، المكتب كمان ما في داعي بقى ينزل على السجلات ويدور، ضمن المديرية ممكن أنه يحصل، غير إذا في شيء خطأ معين ممكن تراجع. ومكتب من أجل المصرف العقاري، بالإضافة إلى مكتب منتدبين من وزارة الدفاع ومنتدبين من التأمين والمعاش. ولتخفيف كمان الأعباء عن ذوي الشهداء تم إحداث فروع وأقسام للمديرية في كافة محافظات القطر العربي السوري. فعنا أربع فروع في كل من اللاذقية وحمص وحلب ودمشق وريفا، بالإضافة للأقسام في باقي المحافظات. هل الفروع هاي بتقدم نفس الخدمات اللي بتقدمها مديرية شؤون الشهداء والجرحى. بالإضافة لعملية الضم، تم ضم مدارس أبناء وبنات الشهداء ودار الوفاء لمرضى العجز الكلي. يمكن اليوم المسؤولية زادت عليكم بالمديرية خلال سنوات الحرب الأخيرة على سوريا، صار المجهود مضاعف. خلينا نحكي عن المنح اللي بتقدمها المديرية اليوم في ظل الظروف اللي عم نعيشها. طبعا سنين حرب، 10 سنوات حرب، أكيد راح تزيد المسؤولية، لأنه أعداد الشهداء راح يكون أكبر، أعداد الجرحى راح يكون أكبر، أعداد المفقودين. فالمنح اللي بتقدم من هي أول شيء عندنا إعانة الوفاة، وهي بيتم قبضها في مباشرة أثناء تشييع الشهيد مشان مساعدة الأهل وذوي الشهيد. بعدين عندك تعويضات نهاية الخدمة. تعويضات نهاية الخدمة بتضم عبارة عن إعانات مالية وتعويض وفاة، تراكم إجازات ومكافآت الخدمة الزائدة، بالإضافة للتأمين والمعاش التقاعدي. بعدين عندنا بدل السكن للمستحقين حسب عدد وفق عدد المستحقين الموجودين. عندنا بعدين الإسعاف المالي ويعطى لمرة واحدة. عندنا المنح والهدايا النقدية كمان تعطى، وبمكرمة من السيد الرئيس. وهون بحب نوع على شغلة معينة، بمكرمة من السيد الرئيس تم رفعها ورح تنزل على بطاقة الصراف. فلذلك نحن نتوجه من الأهالي اللي ما نو قاطع بطاقة صراف، من ذوي الشهداء اللي ما نو قاطع بطاقة صراف يحاول أنه يقطع بطاقة صراف، لأنه الهدايا السنة كانت تعطى سابقا من قبل الإدارة السياسية،
تم تحويلها لمديرية شؤون الشهداء مشان توفير. فنحن حولناها، بده يصير تم تحويلها على بطاقة الصراف. فبنتمنى من كل الأهالي اللي ما عنده بطاقة صراف انه يقطع بطاقة صراف، اسهل لإله، مع انه مع الراتب بتنزل مع على بطاقة الصراف، بالإضافة الى الإعانة الدراسية، وتعطى من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية للطلاب، طلاب المسجلين لذوي الشهداء، بالإضافة لبطاقة شرف اللي تعطى بتسهل من خلال اللي حاملين بطاقة الشرف ممكن معالجتهم في المشافي العسكرية والمشافي الحكومية بشكل مجاني، و50% خصم من أجور بالنسبة لأجور النقل سواء كانت البرية والبحرية والجوية، بالإضافة للوظيفة. الوظيفة من حق زوجة الشهيد، أو ممكن أنها تتنازل لأحد الأولاد، الأولاد بالنسبة للوظيفة، بالإضافة لقبول في مدارس أبناء وبنات الشهداء الشهداء. وآخر مكرمة من السيد الرئيس القائد العام للجيش والقوات المسلحة السيد الرئيس بشار الأسد، كان مكرمة إعفاء من القروض للشهداء وزوجاتهم. كل شهيد أو زوجته أخذ قرض قبل الاستشهاد تم إعفاء منها. هناك كثير الكثير من المنح التي يعني خلال تقدم. كل مناسبة أيضا يتم تقديم لهم الكثير من العطاء، وهم أكيد يستحقون أكيد. ونحن اليوم عم نحيي ذكرى شو ما قدمنا لهم من منح، هذا ما بيجي جزء من الشيء اللي قدموه هنون، اللي هنون أرواحهم فداء هالوطن ولهن. سيادة اللواء، يعني بختام حديثنا لليوم مع حضرتك بهاي المناسبة، شو بتحب توجه كلمة لكل طبعا رفاق الدرب ولكل طبعا أهالي الشهداء ذويهم والجرحى والمفقودين؟ بالختام بتوجه بالتحية إلى رجال الجيش العربي السوري اللي مرابطين على جبهات القتال، وبقول لهم كل عام وهنن بخير بمناسبة عيد الشهداء، وبتوجه لأهالي وزوي الشهداء بقول لهم كل عام وهنن بخير، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونقدر نقدم يعني نقدم الشيء اللي ممكن يرد لكم الشيء اللي ممكن يكون جزء من اللي قدموا لنا يا أولادكم اللي هي أرواحهم، لأنه مهما قدمنا فيعتبر قليل. وتحية يعني بوجه تحية للقائد العام للجيش والقوات المسلحة وبقول له كل عام وهو بخير. كنا سعيدين بوجودك سيادة اللواء، بنتشكرك أكيد على وجودك معنا، وبنتشكر جميع رجال الجيش العربي السوري على دائما البطولات اللي عم يقوموا فيها. نحن نخجل قدام عظمة رجال الجيش العربي السوري. شكرا كثير لك، نتمنى الرحمة لجميع أرواح شهدائنا، ونتمنى مثل ما قلت الشفاء العاجل للجرحى، ويا رب يرجعوا جميع المفقودين. شكرا كثير لك. شكرا لكم، وكنت سعيد بوجودي معكم. شكرا لك اللواء، نحن سعيدين بوجودك معنا اكيد، وانك كنت ضيفنا بهذا اليوم الاستثنائي والمميز. واكيد التحيه لكل رفاق الدرب، ولكم بمسؤولياتكم وانتم حاملين اكبر مسؤوليه طبعا هي العنايه بذوي الشهداء والجرحى والمفقودين. شكرا لك. اما هلا رح ننتقل لحكايه اخرى من حكايا الصمود، رح نروح طبعا لطرطوس وام الشهيد التي تحمل في ثناياها معاني الاراده والتضحيه والاستمرار. تقريرنا التالي مع مراسلنا محمد حسن بطرطوس. أنا أم الشهيد باسل محمد رجبي البطل، استشهد بمطار دار الزور. إن شاء الله دم هالشهداء ما بتروح أدر، بإذن واحد أحد
لانه هن اصرحوا شهداء بس الزهن معي. قدمت واحد واسامي السعداء يقدم اثنين. هذا 4 سنين ابن البطل، 4 سنين انا ما شفته بالدار، كان تابع لحرس جمهوري. يوم اللي استشهد فيه ودعنا، قال لي ديري بالك لاخواتي، ديري بالك لامي. قلت شو يا باسم، شو صوتك مو طبيعي؟ قال لي ما في شيء، ما اسمع غير بالمشفى، شو صاير فيك؟ ولك يا امي رفقاتي يدقوا لي، قالوا لي خالي باسم بالمشفى. قال لي شو صاير معه؟ يقولوا لي ما في شيء. قال لي ندخلكم اخر شيء، دخلكم اللي بقى تسمعوا امه، ما بقى تسمعوها اني انا بالمشفى. راحوا رفقاته قالوا باسم، قال لي ليكم عهد الله وقاعد بوطني، ما بترك هاي بارد وفيني نقطه دم. كنا عم نتابع مع بعض سلمى حكاية صمود لأم شهيد من طرطوس، وحكاية الصمود بسوريا ما بتخلص. سوريا حكاية صمود، يوميا خلال فترة الحرب تقدم الشهداء دفاعا عن أرض الوطن. اليوم بعيد الشهداء بنقول لك يا أمي لا تبكي، بمثل هاليوم نحن بنحتفل بشهدائنا اللي زفيناهم عرس، عملنا لهم وغنينا لهم وزغرلنا لهم ورشيناهم بالورد. اليوم بنحتفل فيه وبنقول أنت فخر لكل سوري عم يشوفنا وعم يتابعنا. نحن لولا الشهداء منا موجودين، منا مكملين بحياتنا اليوم، منا مستمرين بحياتنا اليومية. فتحية لجميع أرواح الشهداء ولكل أمهات الشهداء. اليوم بدنا نحكي حكاية صمود أخرى عن أم شهيد قدمت ابنها فداء للوطن، السيدة ابتسام ملوحي والدة الشهيد البطل منذر خالد نحاس. الرحمة لروحه، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا حبيبتي، صباحك واهلا وسهلا فيكي، كل عام وانت بخير. انت بالف خير، والله يرحم روح الشهيد البطل. يعني هو شهيد من كثير من الشهداء الابطال اللي بنفتخر فيهم. نحن اسفين بس بدنا نبلش هيك يمكن ونتذكر مع حضرتك طبعا استشهاد، ذكرى استشهاد البطل ابنك. هلا منذر نحاس استشهد 2014 7 آذار. يعني شو بدي احكي لك عنه؟ خاض احكي عن كل صفاته الجميلة. وين كان عم يخدم؟ هو كان عم يخدم ب بحلب. بحلب، بحلب، استشهد بحلب. يعني كان هو اللي فك حصار حلب مع مجموعات اللي فكوا حصار حلب. بعدين اللي فكوا حصار سجن حلب. الرحمة لروحه. بدنا نحكي عن جميع صفاته الجميلة، بدنا نوجه له تحية لأنه هو بملكوت السماء عم يسمعنا. يعني هو شوفي كل شهيد له صفات، ما في حدا شهيد استشهد إلا صفاته حلوة. صحيح، كل شهيد أبدا، كل أم بتقول لك هذا هالولد هذا غير إن عن الأولاد كلها. وفعلا يعني كان بطل، ومن أول ما فات على الجيش كان يطلب إنه هو يكون قوات خاصة. كثير فرح وقت حطوا قوات خاصة. هو رياضي كان، كان يقول لي يا أمي إذا استشهدت لا تبكي، لأنه أنا عم دافع على شرف بلدي وكرامة وطني. لا تبكي يا أمي، لحنا إذا ما دفعنا على وطننا لحنا مين بده يدافع؟ مين بده يدافع عنا؟ هي مؤامرة كبيرة كانت يا أمي. يعني دائما خلال سنوات الحرب وكل حلقة خاصة بنستضيف فيها أمهات الشهداء بنسمع مثل هذا الكلام اللي هو فيه كتير قوة وصبر. في علاقة استثنائية بتكون بين الشهيد وبين والدته، أو بين الشهيد وبين زوجته، وهي العلاقة بتصفي في مسؤولية على حضرتك أنت عم تنقليها لأولادك، أو هو حتى بيكون عم ينقلها لزوجته اللي بتنقلها لأطفاله بعدين. هي العلاقة الاستثنائية اليوم أم الشهيد قديش بيصير حتى طريقة تربيتها لأبنائها مختلفة. يعني شو بدي اقول لك عليه، رجال بمعنى الكلمه، وحمل المسؤوليه من اول يوم فات على الجيش. وكان يعني بطل بمعنى الكلمه ورفع راسنا. يعني لما هو يقول لي يا امي انا اكيد بدي استشهد، فيا امي لا تبكي علي.
اكيد نحن ما بدنا اياكي تبكي، لانه دموعك كثير غاليه علينا. نحن بنفتخر بكل ام شهيد المستضيفه، هو عز لنا، رفع راسنا، انتوا عزنا وفخرنا. نحن بنحاول نحتفل فيكم يعني صدقي، ما عم بحكي انا قدام هيك لا، بس انا الحمد لله يعني لما بتذكر ابني راح شهيد حق فانا ما بزعق. كم ولد عند حضرتك؟ أربعة. شو بيدرسوا شو بيشتغلوا؟ خدموا، والصغير ما يعني ساعته صغير بس هو سبحان الله كلهم خدموا، خلصوا جيش يعني، بس هو كان عسكري وخدم وحمص وحما وحلا، كلهم الحمد لله حمص حما وحلا الحمد لله. الحمد لله كان استشهاده بحلا. الله يرحمه، الله يرحمه. خلينا كان اللي يا امي احنا عم ندافع عن حلب، وابن حلب عم يدافع عن سوريا، بحب بلده. قال لي امي انا ما بترك. انا لما استشهد يعني طبعا كل ام تزعل طبعا، بس انا وقت لقيته الحمد لله انه على حق وما تغرر فيه، هذا هو هون عزنا. اكيد الرحمه لروحه، هذا عزنا وهذا وسام على صدرنا، وسام على صدر كل ام، ولازم ترفع راسها كل ام شهيد. اكيد كل، لانه مثل ما قلتي انه لولا الشهداء كانت بلدنا وين. صح. الحمد لله نحن انتصرنا وقت انتصرت حلب وسوريا، وهون يعني دم ما راح حدر. اكيد نحن انتصرنا بدماء وارواح شهدائنا، فالرحمه لارواحهم. خلينا نحكي عن ام الشهيد، شو بتحبي تقولي لكل الامهات الشهداء اللي عم يتابعونا؟ الرساله اللي انتم مكملين فيها الطريق، يعني كثير من الناس عم تشوفكم عم تتابعوا. صبري لام الشهيد، ولحنا عنك لسه في مسؤوليه، لانه في حصار لسه عنا، يعني هلا على سوريا في حصار، وكل ام معلش تحتسب ابنها عند الله لانه هو الشهيد الحق، وبعدين الله يعني هي بدها تكمل المشوار بالصبر حتى نقدر كمان ننتصر على الحصار. نحن انتصرنا على الإرهاب، بس هلا بدنا ننتصر على الحصار، بدنا نكون كلياتنا امهات الشهداء ايد واحده، ونكون كلياتنا يعني مفتاح للخير للبلد كمان، ما بدنا انه نتاثر بهالحصار. صحيح. وبقول لها ارفعي راسك وابنك وسام على صدرك. اكيد. وهن عزنا، وهن كرامة الوطن وشرف الوطن، ودافعوا عن وطنهم وعن شرفهم وعن كرامتهم، وهذا عزنا. اكيد. نحن وقدنا نبكي ما عاد بكينا، لانه عرفنا شو قيمة الشهيد. صح. وكلهم كرمونا الحمد لله، يعني ما في الحمد لله لمؤسسة، لأن عضوة بمؤسسة السوريون. فالحمد لله دائما مكرمين مثل الشهداء، كيف مكرمين عند الله. أكيد. ونحن كرمونا بشهادة ابننا وهي وسام على صدرنا. أكيد. ونرفع راسنا. بدنا نتشكرك ست ابتسام ملوحي، والدة الشهيد البطل منذر خالد النحاس. أكيد الرحمة لروحه ورحمة لروح جميع الشهداء. مشكورين بوجودك معنا، كثير سعيدين وبنفتخر فيكم. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك، وكل عام وأنت بخير، وأيضا رمضان كريم عليك يا رب. سيادة الرئيس بألف خير، وامهات الشهداء وسوريا بخير. امين يا رب. شكرا لك. العفو. اما هلا نور رح نروح لام ايضا، وحكايه من حكايا امهات الشهداء في سوريا. لم تكتفي بانه وهبت جزء من روحها ليكون سلاما على الارض المباركه، بل خابرت قصصا من التضحيه ودعم ابطال الجيش العربي السوري من خلال تقديم الطعام طبعا لهم بالمطابخ الميدانيه، ففي وجوههم ملامح ولديها الشهيدين احمد ومحمد. تفاصيل الحكايه مع مراسلنا حسام الشب. أم أحمد هي نموذج لكل امرأة سورية قدمت جزءا من روحها بصلابة وإرادة تستطيع أن تلمحها في عينيها وهي وسط عائلتها. قلت له خي شبه أخوك، يعني مش صواب أخوك؟ قال ما رد علي أول كلمة والثاني والثالثة. قلت له يعني استشهد؟ الحمد لله فدا الوطن، وانا قد ما كانت الايام وعندي اولاد وقدمهم فدا الوطن كلياتهم. والله ولا بيقول لي استشهد. قلت له ايه، بيعوضني يا الله، بيعوضني يا الله، رحمه الله عليه وعلى الشهداء جميعهم، والله يجعل ان شاء الله مسكوت الجنه هو والشهداء جميعهم يا رب. عطاؤها لم يقف عند هذا الحد، فهي كانت داعمه لابطالنا خلال معاركهم،
تحاول أن تكون سنداً لهم ولو بلقمة كريمة. نحن كنا جانا الحصار بوادي الضيف وتحاصرنا، أنا ما بعلم أنه يعني السيارات الأكل والشيء اللي ما بقى يصل للجيش. إجاني الخبر أنه يعني الجيش ما بقى يصل لهم يعني ماديات. قمت قلت لهم أنا في عندي اللي الله بيقدرني عليه بقدم روحي بقدمها للجيش اللي كان موجود بوادي الضيف، والحمد لله الله عاني وقدمت لهم. اجي اطبخ لهم وصب لهم، اللي يجي لعندي عشي غدي طعميه حممه بدل له ثيابه، والله العظيم عطر لهم ثيابهم بعطر وحياة النبي، عطر لهم ثيابهم يقولوا لي شمينا ريحة امنا وابونا العساكر وما بيصيحوا لي الا يا يامو. ام احمد تلك المرأة السورية التي تبرق في عينيها صلابة وقوة وإرادة للحياة رغم عطائها في سبيل الوطن، إلا أنها لا زالت مثالا للإرادة وروحا مفعمة بالحياة. بدماء الطاهرة رسموا ملامح الحياة بأعيننا، بصلابة وصمود تعلمنا قيمة الحياة الكريمة على أرض الوطن. سوريا عبر سنوات طويلة من تاريخها زفت الكثير من الشهداء، كونها كانت وما تزالت محط أطماع الجميع. أكيد نور، حقب تاريخية متعددة مرت على سوريا كان العدو فيها واحد وأن اختلفت الوجوه والأسماء، وأيضا البطولات كانت كثيرة على الأرض السورية. الأدب العربي والأدب السوري حاول أن يوثق هذه المراحل عبر التاريخ السوري. رح نحكي اليوم عن المحطات الأدبية ودورها ونستذكر أيضا بعض من خليني أقول المقاطع الأدبية المهمة التي تحيي كثير من الأعياد الوطنية ومنها عيد الشهداء، مع ضيفنا لليوم الأديب والشاعر رياض طبرة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب. يسعد صباحك وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير وأهلا بكم، شكرا لكم. أول تحية لأرواح شهدائنا الأبرار ثم الدعاء للجرحى بالشفاء العاجل يا رب. شكرا لكم على هذا اللقاء. سلام. يسعد صباحك. بالبداية قبل ما نحكي عن أهمية دور الأدب بتوثيق مراحل تاريخية بسوريا، خلينا نحكي إلى قد حد كان الأدب وما زال وثيقة تاريخية فينا نعتبره. بكل حقبة تاريخية دائما في مناسبات وأحداث بتدخل في التاريخ، للأدب حصة كبيرة منها. الشعر عند العرب أولا هو ديوانه، أي أنه الذي يسجل كل الوقائع. لم يكن لدى العرب لا تلفزيون ولا صحف ولا وسائل التواصل الموجودة الآن. كان الشاعر هو لسان حال قومه، كان الشاعر هو وجدان وضمير أمته وشعبه وناسه. طبعا كانت القبيلة تفتخر بوجود شاعر، بميلاد شاعر لديها، لذلك لعب الشعر دور تسجيلي هام وأساسي. ثم رصدت القصة والسلافة أو الرواية أو الحكاية تاريخ هذه الأمة، ولدينا قصص كثيرة سجلت تاريخ أمتنا، حافظت على ما لدى هذه الأمة من مخزون ثقافي كبير، ولا تزال القصة ولا يزال الشعر وجدان الأمة، ضميرها، مركز طموحها، مجمع ذاكرتها، النافذة التي تطل منها على الحدث وتطل على العالم بصورة حضارية. نعم. أستاذ رياض، دائما نقول في البدء كانت الكلمة، الكلمة هي أساس الإنسان بشكل عام، هي التي من خلالها تواصل ونقل حياته كلها بأحزانها وبأفراحها مثل ما بنقول. خلينا نحكي عن دور الأدب بتكريس البطولات، وهذا الدور اللي ما اختلف رغم مثل ما حكيت اختلاف الوسائل اللي موجودة، الأدوات اللي استخدمها الشعر أو الأدب لحتى يعبر عن نفسه أو يصل فيها للجمهور، ولكن دوره ما اختلف، بالعكس كبر وتعاظم. بلا شك الكلمة فاعلة ومؤثرة في النفس الإنسانية،
فكيف إذا تمكنت من تحريض ما لدى هذا الشاب الطموح من استعداد للفداء للتضحية البطولة؟ الشعر هو مجموعة هذه المثل والقيم التي يحرص المجتمع على تكريسها في حياته دفاعاً عن نفسه وصوناً لأرضه وعرضه. الخطاب التعبوي الذي يحمله أو الشحنة العاطفية التي يحملها الشعر هي رصيد كبير، وهي محرض أساسي للانتماء، للهوية، للبناء، للتضحية، للفداء، لكل المثل والقيم التي يحتاجها المجتمع لبناء جيش، لبناء قوة، لاستنهاض همم، لحشد طاقات. الكلمة فاعلة ومؤثرة دائماً، وهي الأصل. لم يأتي عبثاً قول السيد المسيح: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الله الكلمة. هذه الكلمة اليوم مؤثرة وفاعلة، وكم من كلمات جارحة ومحبطة وتثبط من عزائم الناس. الكلمة الإيجابية الفاعلة تفعل فعل السحر، لها حضور الساحر، تستنهض أمة بكاملها. تصرخ امرأة ومعتصمة كلمة، يصل النداء إلى الخليفة، يجهز جيشه ويسقط من حساباته كل حسابات المبصرين، فيخلد ذلك أبو تمام فيقول: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد، بين الجد واللعب، والعلم في شهم الأرباح لامعة، إلى آخر البيت. فهنا نلاحظ دور الشعر، دور الكلمة، كيف يلعب الخطاب التعبوي التوجيهي في صنع هذه القوة، في استنهاض هذه الهمة. صح، للكلمة إلى وقع الخاص، لأنه في كثير من الأغاني لكثير من الشعراء كانت بمناسبات وطنية لهلأ إذا بنسمعها بتزرع دائما أشياء جميلة بداخل روحك، وحماس يمكن ما بنعيشه مع تفاصيل أخرى. خلينا نسمع منك شيء بمناسبة عيد الشهداء اليوم. دمع عين على الشهيد وفاء، موكب النور في دياري بهاء. كيف يمضي بلا وداع مهيب شيخ حسن فقيدنا والعلاء؟ كفنتهم يد طهور وصحب، ودعتهم إلى القبور السماء. جرحك الجرح يا صديقة عمري، جددته مع الفجور الدماء. خبب والجراح فيك سهام، من قريب أو غريب سواء. لا تبالي، على الصخور بنينا مجد غسان والسجايا وفاء. هكذا القهر من زمان طليق، فاغر الفاهي حولنا والبغاء. يا لظلم على النفوس جهول، أرعن الكف مارق حرباء. قد خبرنا نكد العيش حروبا، يا لعيش كما الرعاع هباء. أكسبونا من جبنهم كل عيب، ليتهم في حروبهم نجباء. جرحك الجرح من إله قديم، ذهب من دمائنا ووعاء. هذه الأرض من رحيق شذانا، ليتنا فيما عزمنا الطلقاء. يعني اليوم ونحن عم نسمع هيك من حضرتك شيء بخص طبعا قيم الشهادة، خلينا نحكي عن الأدب والشهادة بين الماضي وبين الحاضر، وقدي برزت هاي العلاقة من خلال الأدب السوري، وكيف ربط بين طبعا انتصارات الماضي انتصارات الحاضر. في حرب تشرين المجيدة، وهي الحرب التي كنا شهودا عليها وكنا يعني جزء من المشاركة، كانت قريبة سليمان العيسى، شعرنا شعر الأطفال وشعر العروبة وشعر القومية وشعر البعث أيضا، فور في أيام تشرين قال: ناداهم البرق فاختاروه وانهمروا عند الشهيد تلاقى الله والبشر. لحظي، هذا البيت المطلع الذي اختصر فيه موقف البشرية من قضية الشهيد. هنا يلعب الأدب والشعر خاصة دوره في تخليد هذه القيمة والمثل العليا، أن تعطي روحك. نحن طلاب حياة على فكرة، ولسنا طلاب موت. لم نذهب إلى الحرب لنموت، ولا نختار الحرب للموت، لا،
نحن ندافع عن الحياة بشهادة. لذلك كرم هذا الشهيد بأنه سيظل حيا عند ربهم يرزقون. كل الديانات تمجد هذا الفادي العاطي المعطي المضحي النبيل، تكرمه بأنه لا يعرف الموت، هو جاء للدفاع عن الحياة، هو طالب حياة، لذلك يظل حيا عند ربه. هذه هي قيمة الشهداء. رشيد سليم الخوري في يعني رصده للثورة: خير المطالع تسليم على الشهداء، قصيدة من أجمل ما يمكن إذا سمحت لي أن أقول يعني بعضها. خير المطالع تسليم على الشهداء، أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا، فلتنحني الهام إجلالا وتكرمة لكل حر عن الأوطان مات في دم. يا أنجم الوطن الزهر التي سطعت في جو لبنان للشعب الضليل هدى، قد علقتكم. طبعا لبنان وسوريا يومها كانوا واحد، يعني ستة أيار شهداء، ستة أيار في علي ودمشق علقوا في نفس ال... قد علقتكم يد الجاني ملطخة فقدست بكم الأعواد والمسد، بل علقوكم بصدر الأفق أوسمة منها الثريا تلظى صدرها حسدا، أكرم بحبل غدا للعرب رابطة وعقدة وحدت للعرب معتقدا. تسلم تمك. قديش يمكن من خلال هاي الكلمات اللي عم نسمعها من حضرتك الشعر والأدب وثق الشهادة والشهيد، يمكن في كلمة واحدة بتختصر هاي المعاني، قد ما حكينا عن الشهادة والشهيد يمكن ما بنوا فيهم جزء من حقهم، بس الأدب قديش لعب دور في توثيق قيمة الشهادة والشهيد في سوريا؟ والله أنا يعني أقر وأعترف بأننا مهما قدمنا للشهيد من رصد لحياته، من تمجيد للقيمة والمثل التي مات من أجلها واستشهد من أجلها وظل حيا من أجلها، لا نفي حقه. أعظم عطاء يقدمه الإنسان هو هذه الروح، فعندما لا تبخل بروحك على قومك فأنت في المقدم. لذلك عندما نتحدث عن الشهادة والشهيد نحن في محراب القداسة، تشعر بأنك أمام حالة من القدسية، لست في معرض أي كلام آخر، أنت الآن أمام مهاب، أمام عظمة العطاء والفداء والروح العظيمة المتمثلة بالشهادة والشهيد. أستاذ رياض، أيضا إذا فينا نسمع شيء أيضا من حضرتك مجهزه طبعا نحن اليوم، هذا أيضا في ستة أيار أبكي، هذه الأبيات لفارس بيك الخوري، ويمكن قلة بيعرفوا أنه فارس بيك رجل دولة وكان تعرف، لكنه أيضا شاعر وهزته عملية إعدام العروبيين. أبكي ومعدرة عيني إذا ذرفت على الغطاريف منا والأساطيل، على الشيوخ على رخط الفتوة بل على الليوث، على الغر الميامين قد عابهم بقضاء الترك أنهم أصحاب قلب بحب العرب مفتون، قل للآلئ عفروا حر الوجوه على أقدام طاغية دام السكاكين. فارس الخوري عندما ألقى هذه القصيدة وكانت في رثاء الشهداء طلب راسه جمال باشا السفاح وأراد أن يعمل له مكيدة ليلحق رأسه برأس الشهداء، لكن إرادة الله شاءت أن يتخلص فارس بيك من هذه المكيدة. شاعرنا العظيم بيقول: ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا عند الشهيد تلاقى الله والبشر، ناداهم الموت فاختاروه أغنية خضراء ما مسها عود ولا وتر، تقدس المطر المجدول صاعقة وزنبقا يا شموخ الأرض يا مطر.
لا تفلتي قبضة التاريخ عن غدنا، أطفالك السمر يا صحراء قد كبروا، ريش على صهوات الريح فجرها بالمعجزات، وريش راح ينتظر تعانق النسر والتاريخ ملحمة، وكبر العشب والينبوع والحجر، تعانق الفارس المقدور من ألم، والتل فالعاشقان التل والشرر، تل أبو الندى طبعا في الجولان، وأينعت بالدم الجولان وانضفرت سيناء، يا روعة الإكليل ينضفر سر الصحاري سر الصحاري وسلها، كلما يبست من أين ينبع فيها الظل والشجر. يسلم تمك، مثل ما قلنا ببداية حديثنا، قد ما حكينا عن قيم الشهادة والشهداء، قد ما حكينا عن أرواحهم اللي فدوها دفاعا عن أرض الوطن، ما بنقدر نوفيهم جزء من حقهم. خلينا نحكي اليوم، خلال سنوات الحرب على سوريا كمان تم توثيق ما حصل من قبل عدد من الأدباء، في أدباء شباب كانوا عم يحاولوا كمان يكونوا جزء بهي الوثيقة. قديش اليوم بتشوف الأدب في سوريا عم يقدر يكون وثيقة للأحداث اللي عم نشهدها اليوم، وقديش فعليا بنقدر نعتبر عم نحكي شو عم يصير داخل البلد، لأنه عم نعرف أو مثل ما تابعنا في تضليل إعلامي كان كبير لما يحدث في سوريا. أنا عضو في اتحاد الكتاب العراقي ومراقب، يعني أقرأ منشورات مخطوطات. صحيح. الآن التوثيق للرواية وللقصة، أدبائنا الشباب والمحترفين وغيرهم يسعون جاهدين، وكل يؤدي دوره في رصد كل ما جرى خلال هذه الحرب الظالمة على سوريا منذ 10 سنوات وأكثر، رصد لكل المعارك تقريبا. بعض الروايات شملت كل سوريا، وبعضها اختصت في جانب، وكانوا شهود على ذلك. منذ يومين كنت أقرأ عن جبال اللاذقية، وقد يعني صادفت سيادة اللواء اليوم، أيضا كان موجودا في تلك المنطقة وفي تحرير النبي يونس وغيرها من القمم التي دنسها الإرهاب إلى يعني حد ما. المعركة كانت قاسية وشرسة، وهي حرب غير مسبوقة. لذلك أيضا الأدب الآن سواء قصة أو شعر الآن يطلع بدور مهم جدا. قد يكون هذا كل ما يقال غير قادر على مجاراة الحدث، الحدث سابق، لكننا لا نكتب في الأدب لليوم وحده، نحن نكتب إلى غد. الأجيال القادمة سترى بأعيننا ماذا جرى الآن. صحيح. الأديب اليوم شاعرا أو قاصا يدون للأجيال القادمة ما يراه. نحن الذين عشنا الحرب، أنتم كمان صبايا وعشتوا القذائف يعني تتهاطل على دمشق، وأنا ممن كنت أذهب إلى الإذاعة، وكان الذهاب إلى الإذاعة يعني مغامرة أو على مبنى التلفزيون. نحن عشنا هذه الحرب، مهما تحدث أديب أو شاعر عن هذه الحرب لا يعادل، لا يستطيع أن يلم بكل شيء، لكنه لا يكتب إلى الآن، يكتب إلى أجيال قادمة يجب أن تضع في ذاكرتها وفي معلوماته وفي معارفها ماذا جرى الآن في هذا الوطن الجميل الذي كنا نحسد عليه، ولم نكن نعي ماذا يعني أن يتوفر لك كل شيء، أن لا تكون مدينا لأحد، أن تكون حرا وصاحب قرار وسيادة في كل ما يتعلق بشأنك. كنا لم نكن نعي ما تعني سوريا الواحدة الحرة المستقلة، حتى خسرنا كثير من الواقع. لذلك جاءت هذه الحرب الظالمة فكشفت الكثير الكثير، والذي يقوم الأدب الآن بتدوينه وتسجيله لتستفيد منه الأجيال القادمة. نعم. يعني بختام حديثنا لليوم نتشكر وجودك معنا، لك العام وأنت بخير، وأكيد شهدائنا وذوي الشهداء وهم بألف خير. شكرا لك. رحمة للشهداء الأبرار. شكرا لك الشاعر والأديب رياض طبرة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب. سعيدين كنا بوجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا.
موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم. أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي دفعة جديدة من القمح السوري المسروق من صوامع تلعلو بريف الحسكة إلى شمالي العراق. وذكرت مصادر محلية أن رتلا من 35 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تلعلو غادرة بحماية مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمالي العراق. أصيب مسلحان من ميليشيا قسد في هجوم على سيارتهما في منطقة جديدة كحية شرق الرقة. وذكرت مصادر أهلية أن فصائل شعبية استهدفت سيارة تقل مسلحين اثنين من ميليشيا قسد بالأسلحة الرشاشة في منطقة جديدة كحية شرق مدينة الرقة، ما أدى إلى إصابتهما. بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها. وأكد الوزير المقداد أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين، وعرض التحضيرات التي تقوم بها الحكومة السورية لإجراءات الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري. بدوره جدد ظريف موقف بلاده الداعم لسوريا في إجراء الانتخابات بالشكل الذي يحدد يحدده الشعب السوري والدستور. وفي خبرنا الأخير، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أودلا جنوب مدينة نابلس وأطلقت الرصاص بشكل متعمد باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح. كما أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامهم حي الشيخ جراح مجددا في القدس المحتلة. شكرا دائما لحسن المتابعة، بأمان الله. أن تفقد الأحبة فهو ألم يترك أثر في الروح، ولكن أن تعلم عظيم العطاء الذي قدموه وتركوه أمر تسمو من خلاله الروح. طبعا التفوق هو الهدف لإكمال عظمة التضحية والعطاء، هكذا هم أبناء الشهداء. رح نحكي عن حكاية ونتعرف على تفاصيلها بطرطوس مع مراسلنا محمد حسن بالتقرير التالي. تتابع الطالبة عبير ابنة الشهيد العقيد عبد اللطيف غانم مسيرة علمها بإصرار كبير لتكمل ما قدمه والدها فداء للوطن. أنا الطالبة عبير غانم ابنة الشهيد العقيد عبد اللطيف يونس غانم من محافظة طرطوس. أنا طالبة صف ثاني ثانوي. من لما استشهد والدي عام 2011 استمريت بمسيرة التفوق والنجاح ولحد الآن، وإن شاء الله بالبكالوريا رح أجيب علامات عالية مثل ما جبت بالتاسع وباقي الصفوف. تفوقت بالتاسع وجبت علامات عالية، كانت جبت بالتاسع 296، وإن شاء الله بالبكالوريا بعوض وبجيب أعلى من هيك مشان أرفع راس بابا وأرفع راس بلدي بالعالي إن شاء الله. بحب أقرأ كتب، حتى مثلا كتبي تبعوت السنة الماضية بحب أنه مثلا بأوقات ملل إني راجعون، بحب أنه مثلا المعلومة اللي عم باخذها السنة إنه ما تروح من بالي، يعني خصوصي مثلا بالعلوم لأني بحب مجال الطب أو بالكيمياء. يعني بسبب اهتمامي بالشعر، وأكيد بعد ما فقدنا بابا كانت الشوق اللي كان للبابا انه حاولت انه اوقات فراغي اتذكره ببعض الكلمات. كتبت هي القصيده: يطل علي الاقحوان بغنجه ويقرؤون الاشعار والقبلات ويسالوني من انت يا قبله الضحى ويا نسمه الاسحار والصبحات، فانشد في وجه الانام قصيدتي وارفع راسي والشموخ بذاتي، انا ابنه ذاك النور، انا ابنه ذاك النور يسمو بمجده ويمسح عار الكفر والظلمات، فلولا ابي ما كان في الكون فرحه ولا اخضر عود
الدنيان عصبوات بلادي، بلادي سلام يا بلادي، ودمعة وجرح وعشق صادق القسمات. لم يأتي تفوق عبير إلا من حرصها على التميز بتحصيلها العلمي وبمتابعة والدتها خطوة بخطوة. تركوا أمانة غالية جدا على قلوبنا، هي الوطن وهي الأبناء. الوطن هم ضحوا بدمائهم الطاهرة لأجله ليبقى حرا عزيزا منتصرا، ونحن دورنا أن نكمل هذه المسيرة بتربية أبنائنا على حب الوطن وعلى قيم الشهادة والتضحية والمعرفة، وعلى تربية أبنائنا أيضا على حب العلم والاجتهاد والمثابرة، حتى نبني وطننا بالعلم والمعرفة، حتى ليبقى كما كان منارة الحضارة والنور والمعرفة والإنسانية. النجاح والتفوق والتميز هو شعار الطالبة عبير، وفاء لدماء والدها الشهيد التي قدمها قربانا للوطن ليبقى عزيزا كريما. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. عم نتابع مع بعض أبناء الشهداء بمحافظة طرطوس. هلأ بدنا ننتقل لفقرتنا التالية، وعم نحكي من بداية حلقتنا الاستثنائية بمناسبة عيد الشهداء عن عظمة الشهادة، والتحية دائما لأرواح شهدائنا اللي قدموا دماءهم لتبقى الوطن عزيز كريم. بدنا نحكي اليوم عن هي الرسالة اللي قدموا أرواحهم فداء عنا. اليوم عم نستضيف أبناء الشهداء ضمن حلقتنا الخاصة لنحكي قديش يمكن في مسؤولية اليوم مضاعفة على أبناء ليكملوا مسيرة آبائهم. معنا الطالبة في مدارس أبناء الشهداء روان حمدان والطالب غدير غالي، انتم من الطلاب المتفوقين، اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. اهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. صباح النور. خلينا نبلش معك روان ونحكي طبعا حضرتك عن عصرتي قدسية الشهادة من خلال طبعا شهادة والدك الله يرحمه. خلينا نبلش ونحكي عن هي القيمة، وقديش يمكن هذا الأثر كان له أثر بحياتك حتى بتعليمك، يعني أخذتي درب بعده بدك تصوني طبعا هي الأمانة اللي تركها الوالد بحياتكم. كان عندي طموح بحياتي وكنت اطمح عليك كل قوتي، بس لما استشهد بابا وقبل ما يستشهد وصاني اني كفي حلمي، واستشهاده ضاف لحياتي ولقيلي كتير اصرار وقوة لحتى كفي. وان شاء الله باذن رب العالمين هاي السنة بتكون فارق او قفزة نوعية لحتى انتقل لحلمي وحقق اول خطوة بمسيرتي ان شاء الله، وفرح بابا ان شاء الله. بنستضيفك معنا بالسنوات القادمه بتكوني محققه حلمك، لانه انتم كمان من الطلاب المتفوقين وكرمتي وبدور خارج القطر. خلينا ننتقل لك سيد غدير، حضرتك طالب ثانويه يعني عندك امتحان صعب، قديش اليوم بهي الظروف يمكن حامل مسؤوليه، عم تقول في عندي امتحان مصيري تحديد مستقبلي، وشايف بعيونك والدك الله يرحمه لتكمل هيدا المسير فعلا تحقق طموحك اليوم؟ أكيد شهادة والدي هي الدافع والسبب الأقوى اللي بيخليني ضل شد للأمام وضل على الدوام ناجح ومتفوق. دائما الشخص اللي يعتمد عليه ويكون ناجح ويرفع اسم أهله وعيلته وأبوه بالمقام الأول أكيد هي شهادة والدي السبب الأقوى والرئيس. عمره ما كانت هي سبب أنه يرجعني لورا أو أني أضعف بسبب شهادتي، أبدا بتشد من الضعف قوة وبتعطيني الدافع للأمام أني دائما أكون مصمم وعزيمة وإرادة وقادر أني أتفوق وأنجح وأرفع رأسه بإذن الله. أكيد. بدي أسألكم، وهذا السؤال موجه لروان وكمان لغدير، نحن موجودين هلأ بصرح تعليمي مهم جدا نفتخر فيه أكيد، مدارس أبناء الشهداء طبعا. هاي المدارس عبر سنوات طويلة خرجت طلاب من أبنائنا بالشهداء متفوقين بجميع المجالات، أنتوا أيضا من المتفوقين كرمتوا. خلينا نحكي عن يومياتكم بهي المدرسة، وقدي بتشوفوا تحصيلكم العلمي مختلف، قدي بتشوفوا في متابعة في مثابرة من كل طبعا الكادر التعليمي والعناية اللي بتطلقوها بهالمدارس. إحنا بهي المدرسة
عايشين أسرة، كيف الأم كيف الأب بدون متكامل، هي منظمة متكاملة. نحن بأسرة منحس بعض ومنحب بعض كتير، منتابع بعض، حدا غلطان حدا ناقصه شيء بالدراسة دائما منرمم، دائما منحاول نكون بأبهى صورة وأحلى صورة، ونحاول دائما نعلي من مكانتنا ونوصل للعلا إن شاء الله. نحن هون مثل ما حكيت روان أسرة متحابة، بتجمعنا المحبة، بتجمعنا الألفة، الصداقة. المقام الأول لوجودنا بالمدرسة هو الشهادة، والثاني شيء هو الدرس. الكادر التدريسي الموجود فيها بيهتم فينا بشتى المجالات بكل الأحوال. نحن بالظرف مثلا بعاد عن أهالينا، نحن ساكنين محافظات ثانية، في طلاب ساكنين محافظات ثانية وعم تجي تدرس هون. بظرف نحن بعد اهالينا بنضل بالعطل هون، نحن الاخوه لبعض، الاشراف هن اهالينا، الاب والام دائما بنلاقي السند، بنلاقي الراحه، بنلاقي الهدوء، بيهتموا فينا، بيعطونا اللي بنريده، الحمد لله مرتاحين. الحمد لله. يمكن اللي هيك بيسمع حديثكم بيتمعن فيه بشوف في قديش قيم اخلاقيه، عنفوان عم تحكي والعنفوان اللي عم يصدر من صوتك، قديش فعلا انت فخور ومعتز أكيد. بشهاده أكيد. والدك، هي يمكن بنلامسها بشكل مستمر من ابناء الشهداء، بيكون يمكن استشهاد والدهم هو مشعل ونور لاستمرار الدرب. لكل الابناء الشهداء اللي عم يتابعونا، ذكرت حضرتك بكل المحافظات السوريه، شو بتحبوا توجهوا لهم كلمه كاخوه؟ انتم عم تقولوا نحن ابناء الشهداء، كل واحد من منطقة، كل واحد من محافظة، عم نعيش هون كعيلة، عم نتشارك الطموح والحلم الوجع الفرح كل تفاصيل الحياة. بقول لأختي أو أخي خليكم دائما مع بعض، ولا تزعلوا انه نحن فقدنا ابائنا، هن دائما معنا، بالعكس هن استشهدوا، الشهاده عطيتهم قيمه كثير كبيره، ولازم بالعكس تعزز اصرارنا لحتى دائما نكون ايد وحده ونتقدم ونحقق طموح ونكون حدا فعال بالمجتمع، ما نزعل انه نحن ابائنا راحوا ابدا. اكيد. يمكن كمان ببداية الحديث قلتي روان وحتى غدير قال انه الاستشهاد هو كان عزيمة لكم لحتى تكملوا توصلوا للطموح، وهذا الامل اللي اليوم يمكن عم بتشوفوا عيون الام فيكم، امهاتكم بكون ناطرة دائما وقت بتيجوا بتزوروهم او وقت بتلتقوا فيهم، وقت بتطلعوا بمناسبات معينة بتلتقوا مع بعض، تشوف قديش تغيرتوا بهي الفترة وقديه عم تكبروا وقديه عم يكبر جواكم لسه الامل والتقديم. قدامكم مسيره طويله من العلم، السنه انتم على ابواب الشهاده الثانويه، بتمنى لكم اكيد كل التوفيق ولكل ابناء الشهداء وتحققوا كل شيء بدكم اياه توصلوا له. قديه عم بتشوفوا هي الرساله مهمه، وقديه بيكون في عندكم قوه تنقلوها بين بعض، مثل ما قلتوا انتم عيله واحده، كل واحد في عندكم قصه وحكايه، كل واحد ترك اب وراء ولكن اجا وكمل هي المسيره. اي سؤال بالله. قديش بتشوف عندك رساله بدك تقدمها من خلال استمرارك طبعا بالدراسه، استمرارك حتى بالمستقبل بالشيء اللي بدك تقدمه؟ اكيد هي مسؤوليه كثير كبيره نحمل التعاطي كل واحد فينا، اذا ما كان قد الحمل. هلا انا بظرف مثل ظرفي مثلا، انا الكبير بين اخواتي، واستشهد بابا استشهد بعمر كنت صف ثالث، كان عمري 9 سنين، فما كنت وعيان لحجم المسؤولية اللي انحملت على كتافي. بعدين لما كبرت صرت عمود البيت وركن الأساسي وحليت محل أبي، طبعا ما حدا بيحل محله. بس لما تقول حليت محل ابوك قديش حاسس هي المسؤوليه بسيط. طبعا يعني هي بالعكس شيء ايجابي، هي مكان كثير كبير ما ممكن حدا يوصل له، ولو جزء بسيط عوضت. طبعا النقله النوعيه او القفزه خلينا نقول اللي صقلتني وخلتني غدير اللي انا عليه هلا من عمر صغير لهلا، هي هنن عائلتي واهلي بالمقام الاول، هنن ربوني وعلموني، عائلتي ما تركتني ابدا، سواء اهلي من والدي او من والدتي. والدتي بالمقام الاول طبعا، بوجه لها تحيه كثير كبيره، ام غدير الغاليه الله يخلي لي اياك يا رب. بدنا نوجه تحيه كمان لام روان كمان. اكيد هي بالمقام الاول، يعني هي كانت الاب والام والاخت والصديقه، يعني كانت معي بكل المجالات، ما تركتني ولا لحظه. طبعا الشخص الثاني اللي كان بحياتي هو اخو لوالدي عمي عبد العليم، كان دائما معي بكل لحظاتنا، افراحنا، سعادتنا، مناسباتنا، ما خلانا نحس انه بابا مفقود او انه ما انه معنا بهالمناسبه هي. عائلتي طبعا الاهل وكل هالاشياء هي اللي خلتني غدير اللي انا عليها لو سقلتني، وخلتني اكون غدير الواعي المسؤول المتفوق اللي بيفخر فيه كل مين بيسمع انه هو من بيت غالي. بحب اوجه كلمه للسيده الرئيس والسيده الاولى
طبعا الاهتمام والشكر الكثير كبير فينا ومحبتهم وعطائهم. الشغلات اللي عم يقدموا لنا اياها هون عن جد شيء رائع، شيء رائع، يعني اكثر من الوصف. ما ممكن حدا يتقدم له اكثر من اللي عم يتقدم لنا. بشكرهم وبوجه لهم تحيه كثير كبيره، وكل عام وهن بخير، وان شاء الله بيضلوا تاج مزينين سوريا بوجودهم بطيبتهم بمحبتهم باخلاقهم بكل شيء فيهم. في شيء بحب قوله من لما كنت صغير كنت قوله وراح ضل قوله، ما راح اخجل منه قد ما كبرت. اعاهدك يا ابي واعاهد جميع الشهداء ان نبقى على العهد ليبقى الوطن عزيزا وشامخا وامنا، ولنبني سوريا الوطن مع القائد البشار والجيش المغوار والشعب الهدار. ابتاه اني لشبلك وعلى نهجك لسائرا. شكرا لكم. قديش في عنا جيل قادم نعتز وبنفتخر فيه، وقديش في مستقبل رح يكون حلو لسوريا رح ترسموه انتو. شو تحبي تقولي كمان روان؟ انا بحب اقول لك كثير ماما انت مرأة عظيمة، انت حدا دافع كثير عنا وحاول دائما يحمينا من وحشية المجتمع اللي حوالينا، من ظلم اللي حوالينا، دائما حاولت تفرجينا الجانب الحلو من الحياة، بعدنا عن المآسي والحزن ابدا، دائما تفرجينا انه العلم هو السبيل حتى نبعد عن كل هدول العالم السيئين ونحاول نصحح المجتمع ونكون حدا فعال دائما. بابا الرئيس، انا دائما من انا وصغيري بنادي لك بابا، لانه انا صح فقد بابا وشفت الاب فيك، لانه انت دائما كنت تدعمنا ودائما تعطينا ودائما انت وعم تعطينا، دائما انت حابب اللي عم تعطينا اياه، انت بدك ايانا دائما باعلى واسمى المراتب، وان شاء الله ما رح نخيب ظنك. كل عام وانت بألف ألف خير لك ولك ولعائلتك كلياتها. امين يا رب. وان شاء الله بتضلوا هيك عائله بتضيف المحبه والاخوه والتكامل لكل سوريا يا رب. امين يا رب. الله يديم عائلاتكم بصحه وسلامه وتفرح فيكم امهاتكم ويفرحوا فيكم اهاليكم مثل ما نحن فخورين فيكم. اكيد شكرا كثير لوجودكم. نشكركم. كل عام بخير وكل عام وكل ابناء الشهداء بخير، والشهاده تاج وقيمه بنرفعها وبنعتز فيها على راسنا، وهي رح تكون دائما دافع للامام وما رح نيأس. نحن برا سوريا. الطالب غدير غالي والطالبة روان حمدان على وجودكم معنا، بوجه تحية لأمهاتكم. أيام قليلة بتفصلكم على امتحان الشهادة الثانوية. قبل ما نختم نشكركم، شو حابب تدخل؟ أنا وعدت بابا قبل ما يستشهد بسنين حياتي الأولى اللي عشتها معه، وعدته إني يصير طبيب. طبيب بإذن روان. الله عم بشتغل هالموضوع وإني يصير طبيب إن شاء الله. يا رب نستضيفك روان ان شاء الله. هندسه معلوماتيه ان شاء الله. يا رب الله. شكرا كثير. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. اما هلا نور رح ننتقل لمحطه ثانيه من محطاتنا بحلقتنا الاستثنائيه لليوم. القوه مو بس انك تقدر تتجاوز مرحله صعبه بالحياه، القوه بانك تبقى مؤمن بقيمه عظمه الحياه وتمتلك الاراده لتكفي الدرب. قصص سيده هي نموذج من السيدات السوريات امنت بقداسه الوطن وبانه امنه وامانه هو الاستمرار والحياه، فاستحقت لقب ام الشهيد. حكايه صبر وصلابه وقوه، التفاصيل بالتقرير التالي. أغلى ما قد نهب من خلاله الحياة لوطن يتألم هي الروح التي تعلو وتسمو لتكون سلاما على الأرض المباركة. هي إيمان زرعته كل أم سورية في أبنائها بأن الوطن شرف وكرامة. أنا أم شهيدين المقدم قيس نزهة الصاروخ والنقيب أيهم نزهة الصاروخ. استشهد العيس 13/5 والنقيب أيهم 10/8 شهر الثامن يوم 10 استشهد فيه. أنا بفتخر أني أم شهيدين وأبطال. بدي أحكي لك كثير، ما في أوصف لك ولا في أحكي الشيء اللي كانوا فيه، يعني مو بس باللطافة العائلية، بالشخصية، بالمحبة الناس اللي لليوم أي تعزية أول ما بيذكروا هم بيقولوا لنا أخواتنا الله يصبركم، لأنه شخصيتهم كانت كتير قوية. أنا كأم أنا تحملت كتير وصبورة كتير، لأنه أولادي ما ماتوا هيك موتة عادية، ماتوا شهداء دفاع عن وطني، ماتوا بعزتي وبكرامتي وأنا كنت فخورة فيه. بعيون يملأها الحزن وبقلب انفطر من الألم تقول: ولداي لم يموتا فالشهداء عند ربهم يرزقون، ويكفيني أنهم قدموا أرواحهم ودماءهم لتحيا سوريا.
كلمات لطالما ترددت على مسامعنا من أمهات كثر لتكون عقيدة زرعتها المرأة السورية بأبنائها. خلال سنوات الحرب على سوريا كان للمرأة دور كبير، كانت العزيمة والإرادة والتصميم، كانت دائما مقاومة ما بتهز رياح. أكيد نور، عم نحكي عن المرأة السورية اللي هي رمز العطاء واستطاعت أن تكمل الدرب وتكون الأمل والإرادة الصلبة لعائلتها بعد استشهاد زوجها. هي صورة أخرى من الصلابة، هي صورة من الإرادة في إكمال الحياة بتفاصيلها ومع مسؤوليات زادت لكنها كانت أكثر صلابة. هالشي رح نتعرف عليه وكيف قدرت زوجة الشهيد أن تكمل المسيرة. معنا السيدة داليا يوسف وهي نموذج من طبعا زوجات أم الشهداء، الأم الصابرة اللي استطاعت انه تكمل الدرب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي وكل عام وانت بخير. بألف خير يا رب. يسعد صباحك حبيبتي. والرحمة لزوجك وجميع الشهداء وسعيدين بوجودك معنا حبيبتي. شعراتك كثير حلوة حبيبة قلبي. خلينا نحكي بالبداية، اللي بتعديها هي نقطة تحول او فاصلة بحياتك، يمكن اختلفت حياتك بعدها واصبحتي امرأة تتحدى جميع الظروف وأكثر صلابة، امرأة مسؤولة عن عائلة بأكملها. نحن ما فينا ننكر هذا الشيء، الموت حق صدع كل إنسان، هذا مبين على جبين ما في مهروب منه أبداً. زوجي الله يرحمه كان دائماً، بلشت الأزمة كان دائماً غايب على البيت، فأنا كأم أو زوجة يعني بدي أخذ دور الأب والأم بالبيت، بدي ألعب هذا الدور. أنا كنت عم مثل هذا الدور، أني أنا الأم والأب بالبيت. وطبعا هذا الفضل الاول والاخير بيرجع له، لانه هو من يوم اللي تزوجنا قال لي يعني انت رح تتعودي على فتره غيابي، انه انا دائما غايب، يعني انت الام والاب وانت بتساوي اني الكبيره والصغيره لك انت. فهذا الشيء انا كثير ساعدني كثير بعد الله يرحمه بعد ما استشهد، يعني كثير ساعدني. ما لقيت كثير في صعوبات، عم بحكي عن اولادي، صعوبات مع اولادي ابدا، لا بتربيتهم. عندي ثلاثه، عندي صبي وبنتين. الله يسلمك يا رب. يعني هي الحياة دائما نحن بنقول المرأة السورية خلال سنوات الحرب هي فعلا أخذت أدوار كتير. في كتير سيدات يمكن أزواجهم انفقدوا، في كتير سيدات ما توفى زوجها ولكن بحكم طبيعة عمله بيغيب لساعات وأيام وشهور أحيانا بالمعارك خارج البيت. فأنت قلتي إنه هذا الشيء يمكن لأنه طبيعة عمله فرضت، فأنت تعودتي على هذا. ولكن الفقدان، أيوة. لما بينفقد الأب، بدي نحكي عن الفقدان. بدك مثل ما بدك، يعني أنا إجاني خبر استشهاده مثل الصاعقة، يعني أنا ما بظن في خسارة لسه أكثر من هيك، يعني أنه تفقدي عمود بيتك، تفقدي زوجك، تفقدي أب ولادك، يعني هذا الشيء أبداً ما هو سهل. أنا ما بتصور في خسارة لسه في أكثر من هيك يعني، بس الحمد لله رب العالمين قدرت أني يكون قد الأمانة وقد الحمل، ويعني الحمد لله عندي قوة أني سيطرت على أولادي سيطرة كاملة، سيطرت على حياتي، قدرت أوصله للي أنا بدي إياه، للي أبوه كان يحبه. يعني مثل ما حكيتي دائما في صعوبات كتير ولكن أيضا في قوة وإصرار عند كل زوجة شهيد أن تكمل هاي المسيرة. اليوم بهذا اليوم الاستثنائي شو بتحبي توجهي تحية لكل زوجات الشهداء؟ شو بتحبي توجهي لهم؟ خليني أقول شيء من قوتك ومن الرسالة اللي قدمتيها مع أبنائك. بحب أقول لكل زوجة شهيد أنه كفي دربك، كفي رسالتك، كفي يلي انت بلشتي فيه، كوني قد هالحمل وقد هالامان اللي انت يلي جوزك امنك فيها، انه كوني قد الحمل. الله يكون مع الجميع. امين. والرحمه لجميع الشهداء. اكيد رحمه لجميع الشهداء. ست داليا يوسف نتشكرك على وجودك معنا، كنا سعيدين بوجودك، وتحيه لاولادك والرحمه مثل ما قلنا لجميع الشهداء. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك. لهون نور بنكون وصلنا لختام صباحنا غير بهي الحلقة الخاصة اللي اطلينا فيها من طبعا مدارس أبناء الشهداء. كل الرحمة لأرواح شهدائنا. سوريا القوية رح تفضل قوية بفضلكم وبفضل طبعا أبطال الجيش العربي السوري المنتشرين على جميع الجبهات. يا رب
الصبر والسلوان لكل زوجة شهيد ولكل أم شهيد. أكيد الفقدان غالي، ولكن الرسالة ولما بتشوفوا سوريا وهي منتصرة مثل ما حكيتوا معنا خلال الحلقة، بيضل في عنكم إصرار وقوة أكبر بأنه هي الدماء ما راحت، بالعكس هي قدمت لحتى تبقى سوريا حرة دائما. أكيد كل التحية لك كمان نور ولكل كادر العمل. أكيد سلمى نوجه تحية لكل كادر العمل. بنهاية حلقتنا الاستثنائية والخاصة بمناسبة عيد الشهداء وبهذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، نتمنى الرحمة لجميع الشهداء والشفاء العاجل لجميع الجرحى وعودة المفقودين يا رب. نوجه تحية لكل أم شهيد، لزوجة شهيد، لأبناء الشهداء. لولا الشهداء ما كنا موجودين اليوم، لولا أرواحهم ودمائهم لروت أرض الوطن ما كانت سوريا عزيزة كريمة عصية على أي عدو. رحلتنا الصباحية خلصت، إلى اللقاء.